خطر في دماغي فكره كده يا جماعه، وهي ان اللعيبه الايكونز اللي احنا بنلعب بيهم في فيفا 23 دلوقتي، زمان بقى ايام ما كانوا لاعبين بجد، يعني ما كانوش لسه ايكونز، كانوا عاملين ازاي؟ كانت ايه يعني العاب كره القدم اللي موجوده ساعتها؟ ده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهارده. وفيديو النهارده يا جماعه هنجرب نلعب فيفا 2004. احنا جايين نجرب بقى في 2023 ون ايه وبسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين يا جماعه، دي الواجهه بتاعه فيفا 2004. دي بالظبط كانت اللعبه زمان، ده فعلا دي فيفا الاصليه يا جماعه، دي مش لعبه حتى مشابهه وكده، لا دي فيفا فعلا 2004. فيها شويه لعيبه يعني مثلا رونالدينيو، ار 9 اللي هو رونالدو الظاهره، زيدان، تشافي، يعني تشافي اللي هو المدرب دلوقتي كان بيلعب هنا عادي في برشلونه. طيب كده اول حاجه جيم مودز دي تقريبا ما فيهاش حاجه، في بلاي اونلاين. يا نهار ابيض 2004 كان في نلعب اونلاين؟ يعني لو جربت ادخل على بلاي اونلاين ده ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللعبه اتجننت. طب شباب اللعبه قفلت لما انا دوست بتاع، بس احنا دلوقتي داخلين تاني، فقلت بالمره ايه نشوف الكات سينز زمان، وان يعني كانت الدنيا ايه ده يا جماعه، ده ايه ده، في جي تي اي هنا ولا ايه ده؟ ايه ده يا الله، كات سين زمان كان في كده يا جماعه. هنري اهو، يا سلام يا سلام على الكات سينز ده، متصوره بايه ده، تليفون ارضي ولا ده ايه ده الجوده دي يا جماعه؟ يعني انا شفت رونالدينيو وهنري، وفي واحد كمان ديل بييرو ده تقريبا، ديل بييرو يا جماعه جايبينه برده في الاعلان، واضح ان هو كان نجم ساعتها. طب شباب دي الواجهه يعني، دي واحنا داخلين اللعبه بقى، فيعني ايه اظن بقى احنا كفايه يعني هبد لغايه كده. فده يا جماعه احنا الكلام ده تقريبا مش شغال، وهي يعني انا مش عارف انا بجرب في ايه، انا كمان ده 2004 يعني. فهي بينا على بلاي ناو دي ونخش ماتش ابن ناس بقى، يعني ايه ده، ده ايه ده، دراع بلاي ستيشن 2 ده تقريبا يا جماعه. ما علينا، هيا بينا لننطلق، هلعب ضد الكمبيوتر انا بقى. هنا بقى بنختار الدوري يا شباب، فممكن اول ماتش يكون كلاسيكو. الفرقه اهي، فين بقى الريال؟ ايوه الريال خمس نجوم، ايوه وعندهم لبسين، الله ناخد الابيض عادي بلاش اسود، احنا ما الريال معروفه ابيض. برشلونه يا جماعه، برشلونه كان ساعتها اربع نجوم بس والريال خمس نجوم تقريبا، يعني في الحقبه الزمنيه دي كان برشلونه مش اجمد حاجه. لبس برشلونه القديم، يا لهوي ده ايه ده يا جماعه، ده قميص مدرسه ده ولا ايه؟ كاسياس وروبرتو كارلوس وزيدان بيكهام ولويس فيجو، وعندهم هم في بويول ولويس انريكي. لويس انريكي المدرب اللي هو اللي هو ده كان هنا بيلعب لسه شاب، وتشافي وكواريزما. ايه ده، كواريزما كان بيلعب في برشلونه؟ ايوه راؤول ورونالدو، بس الباقي مش عارفهم بقى بصراحه. في ار 9 عندنا هنا اهو، ده ار 9 اللي مش ايكون بقى، ده ار 9 الشاب اللي هو في صح. يا لهوي يا لهوي على الكواليتي يا جدعان، الجوده بتاعت الملعب، بس لا الملعب جامد بصراحه. ده ملعب ايه ده، ده سانتياغو برنابيو، والله كان كويس ساعتها. وادي اللعيبه نازله ارضيه الميدان، شفتوا زيدان هو الاقرع اول واحد ده. يا سلام على الحكم، يا سلام هيبه، هنستكشف مع بعض ده. ايوه ده ار 9 واللي قدامه ده تقريبا تقريبا بالشكل كده، اعتقد ان ده لويس فيجو. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نشوف التحكمات بقى. الله الله على الاف بي اس والجمال. طب ما فيش، بس يعني عايز اعدل في التشكيله، يعني عايز اعمل تشكيله خاصه كده يا جماعه، يعني تعالوا نبص مثلا ايه. لا ايوه التكتيك اهو، احنا بنلعب 4-2-3-1، انا عايز العب 4-3-3 بصراحه. طب يا شباب هو انا قلبت في التشكيلات كلها، ما فيش غير ال 4-3-3 دي، على ايامهم ما كانش في حاجه تقريبا اسمها كام، يعني هو كان بتنزل ترزع ال 11 لعيب كده اخر. التيم مينتاليتي ده اللي هو ايه، هجوميه ولا دفاعيه ولا مالهم؟ في حاله الدفاع بنلعب ضغط، هنلعب ضغط. الاتاك بقى لا مش عايزها استحواذ، ايوه انا عايز مثلا ايه اجنحه، نلعب على اجنحه يا جماعه. ماشي بس كده احنا خلصنا كل حاجه، هيا بينا لننطلق. جماعه هو انا متحكم في الباس واتجاهها، لكن اللعيبه هي اللي بتجري لوحدها، يعني انا مش متحكم في اتجاه لعيب، انا متحكم في اتجاه الباصه بس. دي حركه طبعا صايعه جدا من اي اي، يعني عام 2004 ما كانش في حاجه اسمها يعني ايه عايز تجري، يعني مش فاهم. استنى كده اما تشوف الهجمه دي، بيشوط من ايه؟ ايه ده؟ هو انا دوست مربع، هو تقريبا هنا بيشوط ب يعني بص زيدان وهو داخل على رونالدينهو، اتفرج وشوف، اتفرج وشوف هو رايح فين كده. لا باصي قبل ما الكره تطلع اوت بقى، الله يكرمك. تلعب على الجناح وتدي الواد اللي فوق ده، ايوه بالظبط كده. استنى كده اما نشوف ده مين ده، ده راؤول يعطي كره للبوكهيم، نجرب نشوط. هو ايه ده اللعبه دي يا جماعه، اجرب المره الجايه اشوط باو. طيب كره عند مين ده، ده رونالدو الظاهره، ده رونالدو الظاهره، نجرب نشوط من بعيد. لا انا بجرب اديها باور شوت كده يا جماعه، بس من الواضح ان هم بيشوطوا بوز رجلي تقريبا. يا رب ايه اللعبه اللي بتشوط من او دي، حتى ما فيش ثرو يا جماعه، المثلث ما بيعملش حاجه. يعني بص هو انا بباص بي اكس كده، وتحاول تباص بسرعه قبل ما اللعيب يطلع بالكره اوت، لان انت لو سبت الدراع بيطلع بيها فوق لوحده كده. ايه ده، حتى وانا ماسك الدراع بيطلع بيها فوق، انا فعلا مش عارف هو بيحول لعب منين. يعني انا لو في هجمه وما عرفتش احول واللعبه ما حولتش لوحدها خلاص كده، انا ما هيحط جول بقى خطف كده فاهم. كره عند زيزو، ايه ده زيزو ده، ايه ده زيزو ده، طب حد يقع وقف الناس دي. ايوه بحبك يا كابتن يقرع. بص بقى البصل اللي هي ايه، ايوه
طب ممكن نجيب جول؟ لا انا اللي اجيب جول. انا الحمد لله رب العالمين. يلا يا جماعه اهو فوق اهو، يعطي كره يا سلام لرونالدو. طب بص، لا بقول لكم يا جماعه انا اللعيبه دي مش راضيه ما بتفتحش، فانا مجرد ان الكره توصل لرونالدو قدامها شوط. بص ادي زيدان اهو، شوط يا زيدان. يا ولد يا زيدان وربنا، ايه ده الجمال ده؟ شفتوا كده؟ الله على الفن والفنون. بص الباور شوت مع بعض بشماله، يا الله. سحقا لمين دلوقتي؟ سحقا لسير اليكس في وقت زي ده فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، يبتدي الشوط الثاني من المباراه، ونفسنا طبعا في ايه، في اسمه ايه ده، يعني تألق طبعا من لعيبه الريال. هو بص انا عايز احط جول بالظاهره بس، عشان ولا زيدان انا مسالم يعني، اي جول وخلاص. ده مين ده؟ ده ار 9 ده، هو بيشوط بتخلف ولا ده يعني؟ طب مش يعدل؟ طيب خد يا، مش تبعي حضرتك. خلاص حضرتك، خلاص حضرتك، حضرتك الحمد لله. هو شافني عمال اقول له حضرتك حضرتك، طبعا حضرتك طبعا يعني كلمه اللي هو فاهم بتدل على ان انت محترم اللي قدامك، فبس فقام قال لك طب اهو يا عم، بما انك راجل ذوق وانا اصلا صعيدي، طبعا رونالدينيو صعيدي معروفه يعني، فقال لك الجدعانه طبعا ايه يعني اهل الصعيد. فرونالدو هنا، هو ار 9 اعمى هنا ولا ماله؟ خد يا ابني واحد، بصوا يا جماعه اثنين، ايوه ده بيدل على التناغم. ها كابتن؟ لا رونالدينيو اتقي الله، اتقي الله حبيبي، الله يخليك. ما علينا يا شباب، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تبتدي المباراه مجددا، وانا في تعادل دلوقتي، احنا في الدقيقه 62. ار 9 خد كور قصاد الجول يعني ضيع بطريقه غريبه كده، فهو زيدان اللي هيتصرف، هو زيدان اللي هيتصرف يا جماعه. هو زيدان هنا كان برايم ولا ايه؟ بعدين ماله في ايه؟ ايه ده مالك؟ بص اتفرج شوف لو سمحت. يا الله انا ما اعرفش ايه الكره اللي ما بتلفش دي، تحس الكره رايحه هوا كده وخلاص. هو ان شاء الله النتيجه هتفضل كده بقى، ومش ناقصه ايه، تعادل وضربات جزاء ومش هنخلص حضرتك، فعلى ايه؟ سلام يا بيكهام، بحبك يا كابتن. ده ذوقيا منه كده. هو ار 9 لا ده ار 9 بيشوط اوت سايد فعلا يا جماعه، بس هو اوت سايد بس مالوش دعوه بقى الكره هتروح فين، يعني هو بيشوط وبترزع. سلام على الكات سينز بتاع الضربات اللي هي المرمى، يا سلام يا كابتن، يا كابتن ما لحقتش. ده مين ده؟ مين؟ الحمد لله، ولد كاسياس، كاسياس يا ولد. خلاص الدقيقة 80 نلعب بنزاهة وشرف بقى ولا ايه؟ يعني فاهم احنا مش حياة أو موت دلوقتي، احنا داخلين نجرب اللعبة. ار 9 يا أخي حط بقى. كان نفسي ار 9 يهدف النهاردة، بس هو بصراحة لم يأتي يعني. عندهم مدافع غتيل بس زيزو بيحاول معانا. أيوة فخز ده، ده فخز ده. ده مين اللي اتصاب؟ راؤول. في ده يا راؤول مش مشكله، عادي. يا نهار ابيض على نظام الفاولات، ايه ده يا جماعه ده؟ بصوا انا هحاول احطها في التسعين هنا كده. لازم اعملها تايم، ما لحقتش. ما كنتش اعرف ان في تايم فينش، ما كنتش اعرف. اوكي يا جماعه، ينتهي الشوط الثاني من المباراه، ويفوز نادي ريال مدريد على نادي برشلونه في كلاسيكو للتاريخ، افضل من انجبت كره القدم. تعالوا دلوقتي نجرب مانشستر يونايتد قصاد ارسنال، ودول كانوا من اكبر الفرق ان لم يكن هم كانوا الاكبر ساعتها يعني. فتعالوا مثلا لبس انا هاخد مانشستر يونايتد وهلبس مثلا لبس الاحمر، اما هنلعب مثلا قصاد ارسنال نلبسهم الاصفر. ودي التشكيله يا جماعه، ايه ده مين دول؟ وفي روبي كين يا جماعه، وسولشاير، سولشاير كان لسه لاعب، جيجز ساعتها، سكولز، فان نيسترلوي، ايه كريستيانو. انا في خلل دلوقتي، ثانيه كريستيانو مش راح 2000 مش فاكر 8 باين يعني، تألق 2008 انما كان موجود يا جماعه، ده موجود في التبديلات. المهم يعني ان في مركز كده، ايوه مكان سولشاير. يلا حبيبي اطلع بره، كريستيانو جه خلاص ما تناقشنيش، هو الراجل ده هيلعب. ده احنا هدفنا نهدف بكريس النهارده يا جماعه. ما علينا يا شباب مش وقته دلوقتي، احنا نشوف كريس اهو، كريس اهو يا جدعان، شفتوه كان قدام اهو حاجه صغيره في الملعب كده. يلا شباب بسم الله الرحمن الرحيم، تبتدي المباراه. كرة فين الكريس اللي هنا؟ كريس يمسك كرة ويديها واحدة ريمبو فليك. خد يا ابني كريس تحت، يلا كريس يا ولد يا ابن اللعيبة. ازاي ده فيرست اول بتاع يا ابن اللعيبة كريس؟ شوف يعني حتى برجله الشمال الله، هو ده. اخر ما كنت اتوقعه ان كريستيانو يكون موجود في فيفا 2004، يعني ده شيء بالنسبة لي في غاية لا خلاص انا اسف. تيجي نلعب على الفرقه بقى، نعلي الصعوبه ولا ايه؟ اصل مفيش منافسه يا جماعه، يعني مش حاسس انه هناك اي يعني تنافسيه. كريس يا نهار ابيض يا جماعه، بجد كريستيانو بيشوط حلو قوي، يعني احسن من زيدان. ايه ده؟ ده المفروض يعني كورنر. ايه الارقام دي؟
ايه واحد واثنين وتلاتة ده شبه؟ ايوه اختار منين يعني اهو هو ايه اللي ون؟ ايوه انا معرفش ايه اللي حصل. ها انا فعلا معرفش انا يعني دوست ايه ولا ايه اللي حصل، بس اهو لقيت الكرة قصاد الجول فقمت شاير. شو يا جماعة هنري ده اللي مش عارفين نقطع منه الكرة ولا انا عارف اغير لعيب، واللعيب بتاعي سكران بقى. ايه ده هنري؟ هنري بقول لك ذوق هنري حبيبي، اصبر اصطبر وهتشوف. بص حط الكرة ازاي، طبعا حاطه يعني تقرف ويعني حاطه سذاجه. حاسب بس عشان شكلنا احنا اللي مالت باين. خد يا ايه ده، طب حد يبدل لي اللاعب طيب يا شباب. الحمد لله طوح يا ابني. سلام على التاكلينج. بص الدوم بقى حته ريمبو فليك كده. بص بص ايه ده، معرفش انا قعدت العب في الانالوج اليمين بقى مع هي وذوقها. ها ثرو فاول، فاول يا جماعه فاول صح صحيح طبعا كامبل. ايوه صح هو تدخل على الكوره، بس احنا طبعا انا دافع يعني. بصوا يا جماعه انا عرفت بقى ان في تايم ماشي، ما لحقتش اعمله برضه. لا هو بجد نظام الفاولات غريب. بص الدون، بص الدون ايه ده، ده حقد، ده حقد من اعضاء الفريق. اوكي يا جماعه ينتهي الشوط الاول بنتيجه 1-1 تعادل كلا الفريقين في انتظار اللي هو الريمونتادا. بقول لكم تعالوا نغير التكتيك. بصوا احنا ممكن نغير ضربات الجزاء، نخليها كريستيانو عشان لو حاجه جت يعني، لو ضربه جزاء جت نشوب كريس. فين رونالدو اللي في المكان؟ هو ده ايوه دي الاخ ده. وهيا بنا، بقول لك يا دوم ما تحاول تتقدم معانا كده يعني، حاول انت تكون قدام عشان انت بتشوط حلو بصراحه يعني. بص خد كده الكره دي، بص الدول لو شاط من هنا. بالراحة خمسة بس استجمام، خمسة استجمام دلوقتي. لا معلش ثانية كده مفيش ريبلاي، ثانية بس خمسة كده. ايوه انستنت ده ان شاء الله يكون فيه ان شاء الله. ده في ان انا اغير الزاوية بقى ونتفرج. لا عايزين زاوية نشوف الكرة وجمالها يعني، فاهمين يعني. تعالوا نجرب دي مثلا اي حاجة كده وندوس ايه مع بعض. يا لهوي يا لهوي، بص شوف بص شوف بص شوف يا الله يا جماعة بقى. يعني الواحد يعني مش ممكن تحس الكريستيانو اللي هو يانج رونالدو ده تحسه بيقلد الواد بولتكس بتاع اللي هو الريال. ادي ادي تاني وان تاتش بقى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعه، انا ار 9 قعدت اشوط بيه ساعتين ما كانش بيعمل كده، ازاي اللعيبه دي اجمد منه؟ مش فاهم. عشان نقدر نقول صحكا للسير اليكس، لان احنا يعني هو يعتبر مديري دلوقتي يعني، انا بدرب الفريق اول ما امشي بالجزمه. يا جماعه الماتش اللي جاي بقى لو يعني ها هنعلي الصعوبة ان شاء الله. عايزين بقى يعني لو تحبوا اكتبوا لي في الكومنتس اشوف فيفا يعني اول سنة لميسي اللي هو حاجة قديمة، وفي نفس الوقت ميسي اللي هو الصغير يكون موجود. نلعب بيانج ميسي بقى ونشوف الدريبل بيبقى عامل ازاي. يا جماعة بصوا الهجمة دي، ها بصوا 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 الدون الدو حط اوفسايد ولا جول؟ لا جول اتحسب، جاب هاتريك يا جماعة. بس يعني سبحان الله الخالق الناطق الدون يعني مش ممكن بصراحة الكواليتي يعني عاملين فعلا وش كريستيانو رونالدو. احساسك ايه يا هنري وانت يعني فاهم بالاربعة كده؟ كان عامل فيها بني ادم في الاول وكده وعايز يهدف بس ما عرفش. كريستيانو بيشوط احسن من يعني مين دلوقتي؟ يعني بجد بيشوط احسن من ار 9 في اللعبة يعني، مش عارف ازاي. ما علينا يا شباب، تنتهي المباراة بنتيجة 4-1 لصالح نادي مانشستر يونايتد بقيادة السير بولتكس. ايوه يا جماعة بصوا بقى احنا داخلين دلوقتي نفس الماتش، هعمل له ريبلاي بس اللي هي مستوى الصعوبة ده كان اسهل حاجة من الاسهل للاصعب اهو. دي اول حاجة اللي انا كنت بلعب عليها، وبعد كده بيجي السيمي برو، وبعد كده البروفيشنال، وبعد كده الورلد كلاس. تعالوا نجرب البروفيشنال اللي هي قبل الاخيرة اللي هو كأننا بنلعب ليجندري كده مثلا في فيفا اللي هي اللي بتاعت دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين في جميع انحاء الوطن العربي والعالم العربي والعالم اللي مش عربي، اهلا بكم في مباراة بصعوبة ما قبل الاخيرة. اعزائي المشاهدين يعني من تتوقعون ان يفوز بهذه المباراة؟ يعني بص شوف مثلا لو انا ايه، ايوه رونالدو اهو لعب الباس. الله ينور يا بولتكس، مؤاخذة حق الدراع ده عايش بينور اهو حلو ده. عشان بس يعني ايه يجب الاعتراف ان السير بولتكس افضل تكتيكات في العالم، وهعملها الصعوبة اصعب حاجة يا جماعة اهو وورلد كلاس اللي هو بعديها اسهل حاجة. خلاص يبقى دي اصعب حاجة الورلد كلاس، وهيا بنا. ايه يعني دي اصعب صعوبة يا اخويا ولا الهو؟ عايزين تخسروا كام ارسنال؟ يلا يا ابني من هنا بلا وورلد كلاس بلا بتنجان، يلا يلا انا بقيت محترف خلاص. العفو عند المقدرة يا جماعة. احنا انت دلوقتي بتتكلم في ان انت ما ينفعش تحرج ارسنال في عزه. يلا يا عم كريستي سنتر واجري، ايوه اجري اجري هديك ثرو. خد قشطة كريس خد، انت مش جايب معاك نتيجة اهو ها
هجيبك من قفاك وانت فاكرها سايبه عم هنري. خد اهو بصوا يا جماعه اديته. ايوه صح كده. بصوا يا جماعه هنط باحترافيه ازاي. هوبا. طب الحمد لله ده هنري طلع بيعرف يشوط. انا عرفت بيغير اللعيبه منين يا جماعه. بيغير اللعيب من اكس بال1 في فيفا اللي هي دلوقتي، هنا بيغير باكس. خلاص حضرتك انا مهاراتي الدفاعيه بقت ليفل الوحش، مفيش حد هيعدي مننا. اهو اهو ايه يعني. بقول لكم يا جماعه عايزين بقى مهارات بقى بالحارس. يلا يا ابني يلا يا ابني انت. اه لا ده انا مش نسيت. اه ده هنا مفيش دريبل اصلا، ده يعني اللعيبه بتجري لوحدها، انا بس بجريهم كده. حاسب بس. شكرا. انت بتعمل لنا احنا هوش، انت بتعمل لنا احنا هوش. لا 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 انا لو خسرت الماتش ده هستقيل وهصحكر للسير اليكس ويعني للجميع جميع. ايه ما سبق يا هنري بقى ما تقرفناش بقى. خد من قفاك. ايه ده بينالتي؟ هو ايه ده التاكلينج هنا بيجيبه من قفاه ولا ايه اللي ده بيفنشه؟ ده اندرتيكر. اه لا ده من خارج المنطقه. ماشي بص بص النطه الاحترافيه يا جماعه. هوب. طب الحمد لله. طوح طوح طوح. ايه ده في ايه؟ اه الشوط الاول خلص. طب طب ما فيش كات سينز ولا حاجه؟ اه علينا شباب، هيا بينا لننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي الشوط الثاني من المباراه وانا ان شاء الله الريمونتادا قادمه. هو الدون هيتصرف في الموضوع ده. بصوا هيفضل يجري كده وايه بيدي بصه في الهواء. بس يا حبيبي بس ولا العالم المشهور التكسو اتش 2 او قال ايه بقى؟ العالم ده قال احيانا لما بتفوز يعني كذا فوز ورا بعض، يعني غالبا من 3 لاربع فوزات ورا بعض بتفقد متعه الحاجه اللي انت بتعملها. خد بصوا يا جماعه التاكلينج ده. خلاص ماشي مفيش نصيب. ممكن نعمل باص واحد صحيح لو سمحت. حاسب حاسب هنري. ايه ده ده جول. استنى كده اما نشوف ال بيشوط ببطن رجله اوتسايد فيه كده. هو زي ما قلت لكم يا جماعه يعني مش عايزين نفقد متعه كره القدم، مضطرين ان احنا ندي الفوز الماتش ده مش اكتر. يعني طبعا بدايه من المباراه القادمه خلاص انت يعني الموضوع بيتعمل له ريسيت كل ما تكسب، يعني كل ما تدي فوز مره. خد يا ابني كده اما اقول لك. بصوا بصوا يا جماعه فرناند عمل ايه. يا سلام يا سلام عليك يا 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 جاحد يا اللي فاهمني. يعني هو المشكله ان العالم اللي هو بولتكس اتش 2 او ده يعني قال لك ايه؟ قال لك ان لما تدي الفوز يعني كده متعه كره القدم هتفضل موجوده وكده عشان تحس بمتعه الفوز والكلام ده. بس اللي هو ما ذكرش ان لازم تاخد خمسه. يعني خد يا ابني بقى. حاسب يعني هنري جاب هاتريك وبيركامب جاب هاتريك. نفسي في هدف اخير. خلاص 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 لو الجمله بتعصب خلاص يا جماعه. خلاص انا ما نفسيش. صفر يا حكم يا حكا يا حكا يا حكا يا حكم. صفر بقى يعني انا مش فاهم مستني ايه. ما الدقيقه 90. خد يا هنري اما اقول. اوكي يا شباب تنتهي المباراه بنتيجه فوز ارسنال. هي دي النتيجه ان ارسنال فاز. السير بولتكس يعني سايب الونايه. هو مش الماتش مش لو الماتش كان على كيفه كان كسب. فبس كده يا شباب ده كان فيديو النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك. لو انت جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب. اكتبوا لي في الكومنتس حبيتوا الفكره نجرب فيفات قديمه تاني سنه كام مثلا. يعني اكتب عنده اي حاجه يكتب على طول في الكومنت. ما تنساش ان قناه الشورتس او الفيديوهات القصيره تحت في صندوق الوصف. روح اعمل سبسكرايب بتنزل عليها فيديوهات قصيره جامده قوي كل يوم. بس كده يا شباب اشوفكم الفيديو جاي. بيس.